أنا في كل أرض العرب أحيا بين أوطاني لنا ماض نمجده وتاريخ لشجعان. هكذا الأمة العربية بكل ما فيها من تاريخ يظهر لبناء المجتمعات العربية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كلام في الحياة. النهاردة هيبقى ضيف معانا فضيلة الدكتور المستشار فايز بن راشد العلي، المستشار والقاضي الدولي، يكون ضيفا. وأشكره قبل أن أبدأ الحلقة لقبوله هذه الدعوة الكريمة التي سرعان ما انتفض ليكون بفكره وبعقله نموذج لكل وطني يمتاز ويحب مصر. أهلا بك فضيلة الدكتور. يا مرحبا أستاذ سيد فضيل، هذا شرف كبير لي أن أدعى إلى هذه القناة المباركة وإلى هذا الشعب الطيب العريق، شعب جمهورية مصر العريقة، ويا مرحبا. أهلا وسهلا، يا هلا وغلا. يا مرحبا. ومعنا رجل يمتاز بأنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا الشريف محمد ربيع عيد البرديني من المملكة الأردنية الهاشمية التي سرعان ما جاء بقبول الدعوة ليكون بفكره وبعقله أنا في كل أرض العرب أحيا بين أوطاني. أهلا فضيلة الشريف. الله يحييك. هلا وغلا بك في أرضك مصر. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. عزك الله. عزك الله أستاذنا الكبير أستاذ سيد فضيل. أنا أشكرك على هذا اللقاء، وخاصة مع سمو الشيخ فايز بن راشد العلي. الله يسلمك. هذا من أجمل اللقاءات اللي ممكن تحصل يعني على مستوى رفيع. الله يبارك. الله يسلمك، حفظك الله. يا مرحبا. عندما أعود بفكري وأقرأ في التاريخ قديما وحديثا، ما الذي يدور في عروبتنا وفي أمتنا من إيجابيات وسلبيات، وما وكيف كانت أمتنا العربية الصميمة رمزا لقيادة حكيمة؟ معنا الدكتور فايز، وأضع أمامه عنوان: ماذا ترى من وجهة نظرك كرجل يعمل في المجتمعات العربية والدولية، كيف تفسر لنا ما يحدث الآن في الأمة العربية بين ماضيها وبين حاضرها؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أولا، لابد لكل مسلم ولكل عربي أن يفتخر بهذا الدين الذي ينتمي إليه، ثم ينتمي إلى عروبته. نحن فضل الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم الذي أنزل به القرآن والذي أرسل به الرسل، فعلمونا أصول ديننا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فتعلمنا بها ما ينفعنا وما يضرنا بديننا ودنيانا. وإن أردنا أن ننظر إلى القديم، فليجب على كل مسلم عاقل أن ينظر إلى تاريخ دينه وإسلام العريق، وتاريخه الذي حافل بالانتصارات وحافل بالأمجاد. فنحن شعب المملكة العربية السعودية، كما تعلمون أنها بلاد الحرمين الشريفين، أول ما نفتخر به ونسمو به بأننا شعب المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين. وإن أردنا أن نذكر تاريخا، فلابد لنا أن نذكر تاريخنا الإسلامي وما له من انتصارات وإنجازات. ثم نحن بالمملكة العربية السعودية، كما تعلمون أننا نسترعي ونرعى رعاية الحرمين الشريفين، وزوار هذا البيت، بيتين الحرمين الشريفين، يعتبر شيء قد فضلنا الله سبحانه وتعالى به وحملنا هذه الأمانة وهذه الرسالة. فأول ما ننظر إلى التاريخ القديم، يجب علينا أن نتعلم وأن نيقن أن هذه البلاد إنما هي بلاد الدين والإسلام ومهبط الوحي وإنزال القرآن، ويجب علينا أن نكون مع هذه البلاد وولاة أمورها صفا واحدا قولا وعملا. وأما أن من ننظر إلى الجديد من متطورات جديدة، فكما تعلم أن الناس أصبحوا الآن يخوضون بنزاعات كثيرة ومناوشات وحروب ومصادمات، ولكن بما أنكم دعوتوني بهذه الحلقة، لابد لنا أن أدعو جميع المسلمون
أن يتحدون في دين الله سبحانه وتعالى وأن يحافظون على أمنهم وأمانهم. أنتقل بالسؤال من فضيلة الدكتور فايز بن راشد العلي إلى الشريف محمد البرديني، كيف أو بماذا يفسر الأشراف في المملكة الهاشمية أو في المملكة الأردنية الهاشمية وضعهم الاجتماعي والقائم في هذه الدولة التي يوجد بها نسبة كبيرة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأشراف والقبائل الشريفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. نحن في الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية بنختلف أوضاعنا عن جميع الدول العربية. أوضاعنا الحمد لله دولة ملكية هاشمية، وأغلب الأشراف عندنا بالأردن، والحمد لله رب العالمين أنه يقودنا رجل مقداد، رجل صامد بجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. ووضع الأشراف والأمراء عندنا في الأردن الحمد لله وضع ممتاز، ولا ينقص مستواهم عن أي دولة عربية أخرى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف ترى دكتور فايز الملوك والأمراء الذين يعيشون في هذا العصر من تقدم في الصناعات وفي الحرف الصناعية، وماضي الأمة العربية بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ لو افترضنا كما أشرت لكم آنفا أننا بلاد، وماذا ينقص الأمة العربية الآن؟ نحن بالمملكة العربية السعودية كما تعلمون هذه البلاد العريقة بمكانها، العظيمة بإجلال مقدساتها، الكريمة بكرم ولاة أمورها. كما تعلمون أننا نحن بالمملكة العربية السعودية نتطلع للعالم الإسلامي والعربي في أنحاء العالم، نقوم برعاية البيتين الحرمين الشريفين، نقف مع إخوان المسلمون بكل مكان وبكل زمان بالشدة والرخاء. كما تعلم أن السعودية الآن تقدمت بعهد الملك سلمان بن عبد العزيز رحمه الله يوفقه الله، أننا تقدمنا وعدينا مرحلة قوية وكثيرة. وولي العهد حفظ الله سمو الأمير محمد بن سلمان يبذل جهود لتطوير وتقدم المملكة العربية السعودية، وشعب المملكة العربية السعودية يرى هذا ويلمس هذا بحياته، ويرى التطور السريع الفعال المفيد للشعب. نحن ننام ونستيقظ أحيانا على مستجدات جديدة ما كنا نتصور أن نصل إليها، وبفكر هذا الجديد الذي تطورت به المملكة العربية السعودية، نحن لدينا إيمان بالله سبحانه وتعالى أننا سوف نرتقي ونتقدم في صدارة الدول العربية. أكيد. هنالك سؤال يتطرح لي، دور القبائل العربية الشريف محمد البرديني، دور القبائل العربية وكيف يكون دورها وكيف يكون تميزها وكيف يكون التواصل الآن المجتمعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دور القبائل العربية في الوطن العربي دور فعال، وبحمد الله الترابط الموجود بين القبائل العربية على مستوى رفيع وعلى مستوى جيد جدا، وترابطه أيضا مع الدولة ومع ولاة أمورهم، ترابط حميم دوري حثيث عن قرب عن كتب. والحمد لله يعني أنت تفرج على المستوى الوطن العربي الآن، صار في توازن بين القبائل وتفاعلها مع الدولة وتواصلها مع الدولة لارتقاء مستوى القبائل وتواصلها الاجتماعي في جميع الدول العربية، لأن تواصل القبائل العربية مع بعضها البعض أصبح في مستوى أفضل من قبل، للأشياء اللي جهزت لها الإلكترونيات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب والأشياء هذه الإلكترونية الحديثة، وصلت القبائل العربية إلى ترابط أقوى وأفضل من قبل الحمد لله. أخذكم
بعيدا عن الأمة العربية وليس ببعيد، كنت أجلس يوما مع فضيلة الدكتور فايز بن راشد العلي، وإذ به يقول بكلمات أردت أن أفصح عنها الآن في برنامجي كلام في الحياة. سمعته يقول: أشتاق إليها، نعم أشتاق، ومن شوقي إليها أنني أشتاق. فسألته: من هي يا شيخ؟ أهي محبوبتك التي تحبها؟ قال: إنها عشيقتي وحبيبتي وجميلتي وكل ما في الكون يهواها. قلت: من هي يا شيخ؟ قال: إنها عاشقتي مصر. ماذا يدور في أكناف المستشار فايز بن راشد العلي لحبه إلى مصر؟ أولا، مصر هي جناح الأمة مع المملكة العربية السعودية، ونحن بالمملكة العربية السعودية نكون لهذه البلاد الطيبة المباركة ولقادتها كثير من الحب والاحترام والتقدير، ونحن مع جمهورية مصر العريقة وشعبها أبناء عمومة، وأنتم أخوال العرب بكل مكان. فقلت: أشتاق إليها ومن شوقي إليها هي إلي تشتاق، أي أنني كلما بعدت عن مصر وانشغلت بمجال عملي أتذكر أيام الذي كنا مع المصريون. المصريون يمتازون بخفة الدم وطيبة القلب وبشاشة الوجه، أكيد. فهذا مما يجعلنا نتذكر الأيام الجميلة مع المصريون وأكون لهم مزيدا من المحبة والاحترام. جزاك الله خيرا عنا، وأنتقل من هذا السؤال الذي فيه حب للمصر والمصريين إلى الشريف محمد البرديني الذي يعشق كثيرا مصر والمصريين. فكلمة صغيرة لأننا هندخل دلوقتي على تقرير، فنسمع حضرتك كيف حبك إلى مصر. بارك الله فيك أستاذ فضيل. يعني حبي لمصر، أنا يمكن حديثا جئت إلى مصر، مش قديم، جديد، ولكن وجدت أشياء ما كنت أتخيلها في حب الناس لضيوفها، لضيوف مصر وكرم مصر والمصريين. وزي ما تفضل الدكتور فايز، بشاشة الوجه والتعامل بطيبة قلب واحترام الناس جميعهم المصريين وغير المصريين، هذا ما جعلني أحب مصر وأعشق مصر كما الدكتور فايز. وإن شاء الله الأيام القادمة المقبلة سيكون لنا عمل ويكون لنا بقاء أطول في جمهورية مصر العربية. أهلا بك وسهلا وهلا وغلا بكل من يريد الخير لمصر. فمصر أرض الكنانة ومصر أرض الريادة، ونحن الآن نعيش في أذهى العصور التي تمتاز بها الأمة العربية بتواصل اجتماعي واحد وأمة واحدة. يعني يتذكرني أو أذكر فيما أذكر أن يعني كان في بعض الشعراء يقول لك: قبل لا تخترع زرة علموا الناس السلام. متى تتحد الأمة العربية لتكون أمة واحدة؟ شيخ فايز. الأمة العربية طبيعتها أنها دائما تبحث عن كل جديد وكل تقدم وكل تطور، ولكن لن تتقدم ولن تقوى مكانتها ولن ترتقي عزتها إلا أنها تشد بأيديها بولاة أمورها. لابد لكل مسلم عاقل أن يعلم أن بلاده إنما هي مكان عزته ومكان قوته ومكان ريادته وانتصاره ومكان محل ولادته. فمن يحكم بلاده إذا هو يرعى شؤونه ويدافع عن أمنه. لابد أننا أن نشد بأيدينا إلى ولاة أمورنا، لابد أن نقوي مواقفنا، أن ندافع عن ولاة أمورنا، أن ندفع بما نستطيع، وأن نكون أمة تدعو إلى السلام، وأمة لا ترضى عن جدار أمنها، وأمة لابد لها أن تبذل ما تستطيع على أنها لا تشوش صورة ولاة أمورها. أكيد أكيد. بماذا تنصح الشريف محمد البرديني أهل الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية أو من يسكنون بها من هذا الشعب العظيم؟
أنصح الأردنيين، أنصح الأردنيين والقبائل الأردنية. القبائل الأردنية الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، التواصل الموجود بين القبائل وجلالة الملك والأمراء والأشراف والهاشميين بشكل عام في الأردن تواصل حميم، تواصل أخوي، تواصل حب، وتواصل بقاء وإبقاء الهاشميين في مكانتهم العالية الرفيعة لنحفظ الأمن والأمان في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا ملاحظ على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، مما تدخل المملكة الأردنية الهاشمية حتى تخرج منها تشعر وتلمس هذا الشيء، أنه في تلاحم القبائل والأجهزة الأمنية والديوان الملكي والهاشميين تلاحم واحد وكأنهم قطعة واحدة. والحمد لله لم يخترقنا الأشياء الغربية أو الأشياء المعادية إلى هذه البلاد، والحمد لله إحنا في أمن وأمان مميز على مستوى الدول العربية والحمد لله رب العالمين. هل التواصل الموجود بين أهل المملكة العربية السعودية بين إخوانهم كسلالة الأشراف أو سلالة البيت الهاشمي أو في المملكة عموما، يعني كيف يكون التواصل الاجتماعي؟ المملكة العربية السعودية تمتاز أنها دين بلاد العدل والأمن والأمان. المملكة العربية السعودية تعطي كل ذي حق حقه من المكانة والريادة، والأشراف المملكة العربية السعودية حسب ما رأيتنا أن المملكة العربية السعودية لا تميز هذا عن هذا عن هذا، ولكن من يجتهد ومن يرتقي ومن يتعلم ومن يصل إلى مكان المسؤولية ويؤدي ذلك بأمانة، فلا شك أن المملكة العربية السعودية تعطي مما يستحق من المكانة والريادة والسيادة. وأما بعض التواصل بين القبائل وبين الأسر، فهذا المملكة العربية السعودية كما ترون بقنوات التواصل الاجتماعي نحن صلتنا قوية مع ولاة أمورنا، وصلتنا مع رؤساء القبائل والمشائخ وأصحاب الرأي وأصحاب القرار وأصحاب الفكر وأصحاب التميز من ما ينفع المسلمون من شيء مفيد. فالمملكة العربية السعودية تعطي كل ذي حق حقه، لا تبخس الناس أشياءهم. وكما تعلم أن بعض القبائل كثيرة بالمملكة العربية السعودية لأننا نحن بلاد نجد والحجاز، والمملكة العربية السعودية تحترم الرؤساء وتعطيهم من المخصصات الصلاحية لجمع الشمل وتوحيد الكلمة والنصيحة وحل بعض القضايا أو إصلاح بعض الأشياء الذي في خلل. ونحن ولاءنا لدولتنا المملكة العربية السعودية وولاة أمورها، نحن كشعب موالون ولدينا خطوط حمراء لا نتعداها ولا نرضى أحد سواء كان من الشعب المملكة العربية السعودية أو الدول العربية أن يتخطاها، وهذا من عقيدتنا الصحيحة لأن بلاد الحرمين الشريفين. لكن يحضرني سؤال فضيلة الدكتور، كيف ينظر العرب إلى مصر؟ هذا السؤال ما كثيرا ما أقرأه في أعين إخواننا من العرب، وقديما كان تردد كثير من الناس كيف يحمي الأمة العربية كيان واحد وفكر واحد. إن أردت أن تبحث عن السؤال عن جمهورية مصر العريقة وشعبها، إذا نظرت قديما رأيت جميع ما تحتاج من تطورات علمية أو عملية هندسية فكرية طبية، أنت لا تبحث عن شيء ليس موجود أو شيء غريب. مصر تقدم وتاريخها قديم وعريق. مصر لا يجزئها جزء أو جزء أو ثلاثة من الكتب. مصر
والآن بزمن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتقدم بصورة هائلة وتتقدم بشيء إيجابي جميل يفيد المصريون وينفع الآخرون. ونحن ننظر لجمهورية مصر العريقة أنها بلاد القلب والروح، وأن شعبها شعب يعتبر خوال العرب، وأنتم سبقتم العرب. يجهز الآن معنا، استأذن معليكم، يجهز الآن معنا تقرير، تفضل أعرض التقرير. أنا أراك شيخ فايز، تفضل احكي لنا عن هؤلاء الذين يمثلون القدوة والاقتضاء العملي في المملكة العربية السعودية. هذا الشيخ سلطان بن محمد بن بعجان، هذا أولا أتقدم بالتهنئة له بقدوم ابنه ووادي بن سلطان بن محمد البعيجان بن بعيجان العلي الشمري. أتقدم أولا بالمناسبة قبل أن أبدأ حديثي أن أبارك له بقدوم وادي الخير، وهو بادي إلى وادي الخير. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا بادي نسبة إلى الجد الكبير وادي بن بعيجان العلي، الذي تاريخه تاريخ فيه من الأمجاد وفيه من الذكريات لقبيلة شمر، وهذا شيء نفتخر به الحقيقة، نفتخر به وكل العالم يفتخر بها. نعم. القادة والقدوة. نعم. الذين يمثلون القدوة والمثل للقبائل العربية الأصيلة. نعم. التي تعيش معنا. الشيخ فايز، مين معك في الصورة شيخ فايز؟ هذا الوالد الكبير رئيس عبد عبدة شمر، الشيخ الكبير الذي يكون له جميع بوادي وحضر شمر، الشيخ محمد بن بعيجان العلي رئيس الجعفر من عبدة شمر. هذا القدوة الذي فعلا نحن الحديث لا يجزئ، يطول الحديث معه. نعم، لا يجزئ. نعم. من احترام وتقدير ومن محبة ومن إجلال ومن احترام. ثم هذا الابن الغالي الكبير، الابن الأستاذ الشيخ والأستاذ خالد بن محمد بعجار رئيس مركز أمارة الأخوير، بما فيه من وسامة وبما فيه من احترام وتقدير. فعلا الأستاذ خالد أنا أكون له محبة كبيرة جدا من احترامه واستقباله وحسن حديثه معي، أشتاق إليه حقيقة. وأنتم أسعدتوني برؤية الشيخ خالد والشيخ سلطان. كيف يكون التواصل مع هؤلاء الحقبة الذين يمثلون التاريخ لدى قبيلة شمر أو القبيلة الجعفرية أو قبيلة آل جعفر في المملكة العربية السعودية؟ نحن بالمملكة العربية السعودية شايفين احنا اهو في الصورة الشيخ شمر، هذا الشيخ ديوانية، هذا الشيخ وادي هذا الوالد الكبير، هذا والد شمر كلها، والد الجعفر عبدة شمر من عبدة شمر. هذا الوالد الكبير فعلا القلب يشتاق لمن إليه الروح تشتاق. الله الله يرحمه، رحمه الله. هذا طيب الله ثراه، هذا فيه من لديه من التاريخ العريق الذي يجب على كل واحد قبيلي أن يذكر أمجاد رؤسائه وأمجاد أمرائه وأمجاد من هم كانوا قدوة. ونحن نحن نعجز من التعبير عن الشيخ وادي بن بعيجان العلي. ما شاء الله، هؤلاء هم يمثلون القادة. نعم. من آل القبائل العربية. نعم. الصميمة التي تمثل الفخر للأمة العربية. الشريف محمد البرديني، في التواصل ماذا تجد دور القبائل العربية المساندة مثل قبيلة شمر ومثل قبيلة البردين ومثل قبيلة الجعافرة ومثل قبيلة العبابدة ومثل القبائل العربية التي تمثل النهضة الحقيقية لكل العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً إحنا نبارك للشيخ سلطان بالمولود الجديد. الله يبارك فيك. والله يرحم الشيخ الكبير وادي رحمة الله عليه. الله يرحمه. القبائل العربية في قبائل إفخوذ
وقبائل كبيرة وقبائل صغيرة، وكل القبائل هي أخوة، وأغلبهم أبناء عمومة من الأشراف، خاصة آل شمر فهم من آل جعفر جعافرة، فهم من أبناء عمومتنا. وهذا شرف لنا ونعتز ونفتخر بهم، وكل القبائل العربية تعتز وتفتخر بآل شمر، لأنه آل شمر أساس ورأس في وسط القبائل العربية الكبيرة والصغيرة. الله يسلم. فلما تتكلم عن قبيلة شمر في لها تاريخ، لها تاريخ قوي وتاريخ متين. تاريخهم بيمتاز بالكرم، بيمتاز بالطيب، بيمتاز بالجود، بيمتازوا في تواصلهم مع القبائل الأصغر منهم مستوى ومستواهم، وتواصلهم منذ الأزل قديم وليس حديث، وهم لا يزالون يتواصلون مع جميع القبائل العربية بشكل وكأنهم الأب لهذه القبائل. حفظك الله. سلام. قبائل الدول العربية كلها بشكل عام يعتبروا شمر هم القدوة والقبيلة الأب لقبائل الدول العربية بشكل عام. أكيد أكيد. ما شاء الله. سيادة المستشار فايز بن راشد العلي، سأعود إليك بعد هذا الاتصال من الرجل الذي تحبه والذي تعشقه والذي تعشقه الأمة العربية كلها بأسرها. الله يحييك. تفضل. ألو. 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 السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. يا هلا. يا هلا وغلا بك في أرض الكنانة مصر. يا مرحبا بكم. كيف حالكم فضيلة سمو الشيخ؟ يا هلا بكم ضرب السعودية. فهنيئا لك بما أجذلت في أمة عربية، لأنك ثليل بيت النبوة وبيت الرسالة. يا مرحبا بك. أهلا بك محمد الشريف. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك يا شيخ. الله يحييك. الله يحييك. أهلا وسهلا بك. ونشكرك ونشكر القناة اللي واصلة بيتنا. الله يحييك. الله يخليك. الله يعزك. الله يحييك. الشريف عز يضع لك كلمة. كلمة ودعوة. نعم. ألو. السلام عليكم. يا هلا بك. كيف الحال؟ كيف الحال سمو الشيخ؟ كيف الصحة؟ الله يسلم حالك. حياك أنا الله. أنا مو غريب عليكم، التواصل بين المملكة العربية السعودية والمملكة العربية الأردنية. الله يحييك. الله يحييك سمو الشيخ. أنتم تفضل شيخ. احنا شعب واحد، والحكومة إن شاء الله أقراب وأحباب. الله يحييك يا شيخ. الله يحييك. الشريف عايز يوجه لك كلمة سيادة الأمير الشريف. تفضل. تفضل. تفضلون عندنا بالسعودية. إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله. إحنا هذا شرف كبير وشرف عظيم إن نكون في بلادنا وديارنا، وأنتم نعتز فيكم عندما تكونوا في ديارنا يا شيخ. هذه سورة الأمير. يعتز بالآخر. أنا نشكرك. الله. احنا بندعوك يا شيخ دعوة الأخوة والمحبة وأبناء العمومة، والذي والصلة التي بيننا صلة الرحم وصلة القرابة وصلة الجوار. ندعوك دعوة رسمية، ونحن نشكر سمو الشيخ فايز على أنه خلانا نتواصل معاكم، وأنتم قدوة للقبائل العربية على مستوى الوطن العربي. والله يا شيخ محمد ندعوك. شكرا لكم. شكرا حنان البحضرة. شكرا الحكومة السعودية وحكومة الأردنية شعب واحد. وإحنا بندعوك لزيارتنا في المملكة الأردنية الهاشمية. أنا بتكلم باسمي يا شيخ واسم قبيلة آل برديني في جميع أنحاء العالم، وباسم القبائل الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية،
ونحن بانتظار زيارتك يا شيخ، وهذا ما يزيدنا فخر واعتزاز. شكرا لك شكرا لك شكرا لك. قبل ان يا تمت الظروف ان شاء الله احنا وياكم نتقابل ان شاء الله ان شاء الله يا قبل شيخ. قبل ان اريد منك كلمه فضيله الامير الشيخ، كلمه توجهها الى الامه العربيه الان. والله العربيه طال عمرك الحكومة السعودية والأردنية حكومة عادلة وحكومة طيبة، ولا يأمرون إلا بالخير ويحبون الخير للشعوب كلها. أكيد أكيد. شيخ فايز عز وجه لك كلمة فضيلة الشيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم 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 يا شيخنا ويا تاج راسنا، سعدنا بسمع صوتك. نعم. احنا نعتزر ونتشرف انكم تزورونا. الله يحفظك يا شيخ، نبارك لك بقدوم وادي بن سلطان، الف مبروك. تبارك تبارك عمرك تبارك عمرك. شكرا لك ان شاء الله قدوم خير وبركه. شكرا لك. الله يطيل بعمرك بالصحه والعافيه ان شاء الله. ومن قال اسلم وسلم اسلم وسلم اسلم. احنا بانتظار عفوا شيخ، احنا بانتظار زيارتك يا سمو الشيخ ان شاء الله. يا اسمحت الظروف ان شاء الله يسمح الله يحييك ان شاء الله. بنرتب مع الدكتور فايز باذن الله تعالى، واحنا بانتظارك باذن الله. الله يبديك ويقويك ويسلمك. الله يكرمك ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. امين يا رب. اشكرك فضيله الامير، واعود وكانها في كلمه واحده بعد اقرار الشيخ فايز بن راشد العلي والشريف محمد ربيع البرديني، وكاني اقول أنا في كل أرض العرب أحيا بين أوطاني، لنا ماض نمجده وتاريخ لشجعان. انتظرونا بعد الفاصل في أمة واحدة تربطها روابط اجتماعية واحدة، كونوا معنا بعد الفاصل. يا أمة تهوى الحياة والنجاة، أهلا بكم مرة ثانية في برنامج كلام في الحياة. سيادة الدكتور فايز بن راشد العلي، يا مرحبا، هلا وغلا بيك في أرض الكنانة مصر. بيض الله وجهك، احنا هذه بلاد الكنانة بلادنا، نحن بلاد العرب والمسلمين بكل مكان. هلا بيك شريف محمد ربيع البرديني بين أهلك وكل أقاربك من آل برديني في جمهورية مصر العربية. الله يبارك فيك. الشيخ والعقيد، كيف ترى مجاله في خدمة المملكة العربية السعودية؟ يا ريت الإعداد يجيب لنا صورة الشيخ العقيد حتى يكون هناك. هذا هو العقيد نسهل ابن محمد بعجان العلي الشمري، سليل بيت النبوة وسليل السادة الأشراف في المملكة العربية السعودية. الشيخ والعقيد مهوس بن محمد بن بعجان العلي، فعلا رجل من أرقى الرجال في المملكة العربية السعودية، ويبذل جهود بخدمة الحجيج والمعتمرين. وآل بعجان، آل بعجان الشمري، نعم، من القبائل، نعم، العريقة، نعم، في المملكة، نعم، العربية السعودية، الذي ينتهي نسبها إلى آل جعفر. نعم، هذا تشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين ويبذل جهود. أنا قبل أن أراه سمعت عن من المصريون وغير المصريون الذين يأتون عن طريق جدة، أنهم يجدون رجل يتسم بالطيب والخلق والاحترام والمساعدة والوقوف مع الحجاج المعتمرين. والحقيقة يعني نفتخر أنه يجمل صورتنا، وأن يبذل جهود لضيوف بيوت الله الحرام، وأنه يشرفنا الحقيقة بالعمل الريادي الذي يقوم به. وهذا ليس بغريب على سعادة العقيد مهووس. أكيد أكيد أكيد، هذا العقيد يمثل نبضة، لأنه من آل بن جعان، يعني آل شمر، آل جعفر، هم سلالة طاهر كما يقولون. دكتور، مدى التواصل مع القبائل العربية المنفردة مثل آل شمر آل جعفر؟ ترى كيف يكون الانتماء لهذه القبائل الصادقة في أصولها وفي عروقها وفي مبادئها التي ما زالت تنبض بين حاضرها وماضيها؟
كما تعلم من القبائل المسميات كثيرة، ولكن تربطهم صلة قرابة بنسب وصهر، ولكن كما تعلم انشغلت الحياة وظروف المعيشية تجد الناس انشغل ربما بعض من الشيء بانتقال من مكان لمكان والعمل مكان يختلف عن مكان آخر. ولكن أنا أدعو باسمي، أدعو كل قبيلة وأدعو كل أسرة أن يجتمعون، أن يجتمعوا وأن يتعارفوا وأن يتقاربوا وأن يتزاوروا. وثم يجب علي لكل قبيلة لها تاريخ عريق، خاصة أهل نجد وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن، وأنتم لديكم تاريخ أيضا عريق بالصعيد وبفلسطين، ويوجد بليبيا ويوجد بالجزائر وتونس والمغرب ناس لهم أصول عربية أكيد وجذور أكيد. وجذور عريق. أخذ معذرة الشريف محمد البرديني، كيف تجدون انتماء القبائل العربية في الأردن وفي غير الأردن في مصر من أبناء عمومتك في جمهورية مصر العربية أو في الأردن؟ هل هنالك انتماء حقيقي لأصول جذرية في الوطن العربي؟ نعم بارك الله فيك. القبائل العربية كلها بشكل عام لها جذور في جميع أنحاء الوطن العربي. يعني تطلع مثلا بالسعودية بتلاقي نفس العائلة بالسعودية موجودة في الأردن، نفسها موجودة في مصر، نفسها موجودة في العراق مثلا، في دول الشام. والآن الترابط اللي موجود في القبائل أستاذ فضيل، يعني هو أكثر إشي موجود بالأنساب والأشراف زي ما تفضل الدكتور فايز، هو النسب والمصاهرة. هذا يقوي العلاقة بين الدول بالقبائل العربية، لأنه قبيلة موجودة في سوريا، قبيلة بلبنان، قبيلة في الأردن، قبيلة بفلسطين، قبيلة بالعراق، قبيلة بالسعودية، قبيلة في الوطن العربي كله. بتلاقي نفس القبيلة لها فروع، لها نفس نعم. الاسم في جميع الدول العربية. نعم. زي ما حكيت لك المثال أنه خاصة السعودية، لأنه بداية الإسلام في السعودية من المكعبة المشرفة من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وانطلقوا بعد ذلك تفرقوا إلى مصر وإلى جميع الدول العربية. فبالتالي تجد القبائل موجودة جزئيات في الدول، إما جزئية صغيرة أو جزئية كبيرة من القبائل في حسب عدد وجود القبائل في هذه الدول، ولكن الترابط موجود بشكل ممتاز. وكل واحد من قبيلة عربية يبحث عن أصوله ويبحث عن أقاربه في جميع الدول العربية، كان في السعودية ولا كان في الأردن ولا كان في مصر، يبحث عنهم ليعتز فيهم في قبيلته. كل إنسان يعتز في أصله أكيد، وكل إنسان يعتز في قبيلته أكيد. وأنا أرفع رأسي في قبيلتي نعم، وأنت ترفع رأسك في قبيلتك، والكل يرفع رأسه في قبيلته. في النهاية نحن قبائل عربية إسلامية واحدة مترابطة، والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. أتحول من هذا السؤال إلى سؤال يدور في خاطري دكتور فايز، حارض على الشاشة الآن شخصية، أريدك أن تضع لمسة جمالية لهذا الرجل الشيخ خالد بن علي الشمري. ماذا تقول في هذا الرجل المحترم الذي يمثل نبض قبيلة شمر؟ هذا الرجل كما تحدثت عنه آنفا أنه مكمل الرسالة لرسالة. الرسالة الأولى أنه يمثل مركز الخوير، هو المكان هذا يعتبر مكان رئيسي لرئيس الجعفر من عبده، وأنه يرأس مركز أمارة الخوير، وهذا شرف الحقيقة نعتز به ونتشرف به. ثم أنه كما تعلم بمكان المسؤولية، أن الدولة لما تضع إنسان شخص في مكان مناسب هذا نفتخر به، وهو الآن مكمل
للماضي بالحاضر، ويكفي مشاهدته بهذه الصورة الابتسامة وبما لديه من احترام وتقدير وإجلال. أسأل الله الكريم أن يوفقه وأن يحفظه وأن يمتع بالصحة والعافية. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين. سيادة الشريف الشيخ خالد من الأناس المحترمين الذين يمثلون نبض في أمة العربية، هذا الرجل يمتاز بأنه التواضع ويمتاز بالقوة ويمتاز بالشجاعة الخلقية. تحية من برنامج كلام في الحياة إلى الشيخ خالد الشملي، هذا الرجل المتميز. أعود بضوئي وبسؤالي إلى الشريف محمد ربيع البرديني، هل هنالك تواصل اجتماعي ينبض فيه الأمة العربية بين أقطار القبائل في المملكة الهاشمية الأردنية؟ نعم، أكيد أكيد أكيد. القبائل يعني هي المملكة الأردنية الهاشمية أصلاً هي دولة قبائلية، البداية قبائلية، وتواصل القبائل زي ما تفضلنا قبل شوي، تواصلهم مع بعضهم هو تلاحم وهو جدار وهو سند للدولة الأردنية للحفاظ على هذه الدولة في هذا المستوى الرفيع وهذا الشكل الجميل الذي هو ينعكس صورته إلى جميع دول العالم. والحمد لله القبائل عندنا في الأردن غير متناحرة، بل هي متجاذبة، هي محبة، هي محبة لبعضها البعض. ولا يوجد عندنا الحمد لله أي إساءة ما بين القبائل في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى طبعا، بقيادة حكيمة رائدة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. هو الذي أحكم التواصل بين الدولة وبين القبائل العربية وبين القبائل والهاشميين والديوان الملكي في المملكة الأردنية الهاشمية. فيه نبض الشعراء والمحبين، فيه كلمة تجول بقلبه وبأحاسيسه، لأنه رجل يعرف قيمة الحياة وقيمة العروبة وقيمة المجد وقيمة الأصل. رسالة حب في نهاية حلقتنا يرسل بها الشريف والمستشار الدكتور فايز بن راشد العلي إلى الأمة العربية، سأجعله يتكلم باستضافة، رسالة توصل بها إلى كل شعوب الأمة العربية الآن على مدى تاريخها. تفضل دكتور. أولا أشكركم على الاستضافة بهذا اللقاء الكريم الطيب المبارك، وأنا الحقيقة يعني لمست من جميع القبائل العربية بأنها منشغلة بأحوالها ومترابطة في بعض الأشياء، فأنا أدعو الأمة العربية بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة، أن الآن الغرب كما تعلمون أنه يحدث بعد بعض المنازعات وبعض المناوشات وبعض الحزازية بين الشعوب بقنوات التواصل الاجتماعي وبعض الأفكار الخبيثة، فلا بد لهم أن يقفوا مع ولاة أمورهم، ولا بد للشعوب العربية والقبائل العربية أن تنهض بمجد أجدادها ومجد تاريخها وتراثها القديم. أنا أدعو كل قبيلة أن يظهر إلى الإعلام، أن يحاكي العالم بصورة مباشرة عن جميع ما لديها من تراث قديم. لا نجعل الغرب أن تستغل عقول أبنائنا أو أفكارنا وتستحوذ على تاريخنا. أدعو قبيلة شمر وأدعو قبيلة عتيبة وأدعو قبيلة عنزة وأدعو القبائل الأخرى، بني خالد تاريخها قديم وعريق وتراثها تاريخ فيه أمجاد وفيه انتصارات. وأسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يحفظ بلادنا وبلادكم وبلاد المسلمين، وحياكم الله. أضع كلمة سريعة موجزة معالي الشريف محمد ربيع البرديني المحب إلى كل عشاق أو من يعشقون مصر، كلمة موجزة في أقل من ثانية ترسل بها إلى العالم العربي وإلى القبائل العربية. أقل من ثانية صعب أستاذ فضيل، ولكن في هذه المناسبة وهذا اليوم الجميل
أبعث تحياتي لرئيس عبد الفتاح السيسي وأهنيه بعيد ميلاده، وإن شاء الله عقبال كمان 100 سنة بإذن الله هو صامد وفي صحة جيدة هو وأهل مصر جميعا. وبارك الله فيك والله يجزيك الخير. الله يخليك. وكأننا نقول أنا في كل أرض العرب أحيا بين أوطاني أمة تجمعها أمة، ومصر تجمع الجميع لأنها جل الإله في وصفها في قرآنه فقال ادخلوها بسلام آمنين. تحية إلى القائد العظيم الذي يشكل القيادة السليمة على أرض الواقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحتفل أو تحتفل كل المصريين بعيد ميلاده ونقول له عشت لمصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل إنجازاتك التي تفعلها من أجل مصر ومن أجل المصريين رغم أنف الحاقدين والحاسدين على هذه الإنجازات. شكرا لكم، وانتظروني في الحلقة القادمة إن شاء الله في كلام في الحياة حتى يدور لقاؤنا ماذا يحدث في وزارة التعليم وماذا يحدث في إدارات شمال سيناء من فساد إداري. كونوا معنا في الحلقة القادمة. شكرا أستاذ فضيل.